أربع شلاشين. الله الله الله، رجعنا لكم مره ثانيه النهارده مصممية الازياء استاذتنا هاجر كشكوش مشرفانا ومنورانا. ازيك؟ كل سنه وانت طيبه. عليك وحياتك طيبه يا شريف، وعيد سعيد عليك. وشكرا للاستضافه، ويا رب دايما كده في بيت شريف ان شاء الله. اهلا وسهلا. بيت شريف ده في الراديو هنا، شارع شريف. شارع شريف احلى شارع. كلهم شريف، ربنا يخليك. مشرفانا ومنورانا. خليك انا اعرف ملامح عن الكولكشن السنه دي صيف 21. السنه دي احنا غيرنا شويه، طبعا العباءه السوداء دي ثابته معانا، بس حكم كورونا بقى والقعاد في البيت اكتر، فدخلنا خط جلابيه استقبال، بس دخلنا الطابع المغربي اكتر فيها. بحب انا الشغل الهاند ميد. ليه العبايه لازم تبقى سوداء؟ لا طبعا احنا بندخل الوان، لا مش شرط، بس العباية انا عندي الاسود ملك الالوان. أوكي. وبحب الاسود جدا في العبايه، واغلب يعني اغلب اللي بيلبسوا العبايه بيميلوا للونه الاسود، يعني ده مش مني. ليه مش انا عارف ده مش ده بناء، يعني انا لما اجي ادخل لون يا شريف لا بتلاقي الاسود هو اللي الاقبال عليه. ليه مش ابيض مثلا؟ ما هو انا بقول لحضرتك لما بدخل لون او اكتر من لون، لا بتلاقي الاتجاه كله رايح للاسود، فبضطر ان انا امشي في الطريق ده غصب عني. تفتكري ليه البنت او السيده المحجبه او المنتقبه ليه بتميل للون الاسود؟ مع انا معاكي ان المفروض يعني مع الالتزام وكده يبقى الحاجات مش ملفته للنظر، بس الابيض اعتقد في نقاء، في صفاء، في روحانيات اكتر. اللون الابيض حتى دايما لما نقول الملائكه بيبقى لونهم ابيض صح مش اسود صح. انا لما دخلت شك العبايه الاستقبال دخلت الوان فاتحه وصريحه وفيها اقبال كبير جدا، سواء من المحجبه والغير محجبه، وده شيء اسعدني جدا. بس في يعني ناس يعني عدد من عملائي لا يستهان بيهم بيميلوا جدا جدا للون الاسود. نتمنى ان انت بقى تبتدي تغيري فكرهم. لا وتبتدي تخليهم يلبسوا ابيض، لو حتى مش عايزه تبقى ملفته للنظر، مش عايزه الوان صاخبه، لا مش عايزه رسومات، بس تبقى ابيض. جايز خدناها من الخليج شويه. يعني لان العباءه اغلبها منتشره في الخليج اكتر، فهي منتشره هناك باللون الاسود، واغلب الخامات الممتازه بتكون في اللون الاسود للعباءه، فعشان كده الاتجاه كله رايح للون ده. تعال انت هات بقى لون الوان للعباءه. ده دور عليكي انت، انت ديزاينر مهمه الخامات. ما انت ديزاينر مهمه وبتحبي كمان تستخدمي خامات حلوه، اكيد هتلاقي بنلاقي، بس ما فيش ديزاينر بيحب يخسر، فلما بتدخل الالوان بتلاقي ما فيش الاقبال عليها زي الاسود. ما فيش ديزاينر بيحب يخسر، بس برضو الديزاينر بيحب ان هو ذوقه او بصمته هي اللي يخلي الناس تمشي عليها. صح انا معاك والله، وانا ضفت فعلا الوان ودخلت. ما واضح طبعا، الكولكشن كلها ملونه، وهتلاقي في المجموعه الثانيه والثالثه. لا يعني انا بحاول قدر استطاعتي عشان انا عايزه اخاطب فئه اكبر كمان، يعني ماشي اوكي خاطبت. طب خلينا اخاطبهم ونقول لهم اي واحده محجبه لابسه خمار لابسه نقاب، اللون يعني طبعا كل واحد حر، انتوا حر احرار تماما،
بس انا وجهة نظري ان اللون الابيض فيه صفاء، فيه نقاء. حتى لما بنروح نحج ملابس الاحرام الرجال بيبقوا لابسين ابيض، وكتير من النساء اللي اعرفهم بيحبوا يبقوا لابسين ابيض. الواحد بيحس ان هو اللون الابيض كمان بيبقى ضارب على الوش، بيخلي الوش الواحد منور. صح. واحنا واخدين ان اللون الاسود هو لون كئيب شويه، لون الحزن. الناس في كتير في العزا بيلبسوا اللون الاسود، فحتى لو في بلاد حوالينا هم واخدين على كده او ثقافتهم هو اللون الاسود او الحاجات الغامقه، احنا ثقافتنا برضو المصريه الاصيله من ايام اجدادنا المصريين القدماء الالوان الفاتحه اللي فيها الى حد ما صفاء ونقاء زي ما بتقول، وهدوء في نفس الوقت، تحس يتناسب مع العباءه يعني. صحيح صحيح. أوه صحيح. أوه. حتى الاطفال الصغيرين لما يلاقوا، لما يخشوا في مكان وكل الستات اللي فيه لابسين اسود دايما، اسود دايما. على فكره انتشر الالوان في العباءه في الفتره الاخيره، حتى انتشر في الخليج كمان مش في مصر يعني. أوه. انتشر. لا انا ليه دعوه بمصر؟ لا ما هو بص صدقني بناخد من الخليج، هرجع اقول لك يعني اللي بتلبس احنا العباءه بتبص. احنا دايما دايما البلاد اللي حوالينا وبلاد العالم بياخدوا مننا، فاحنا نحب ان احنا ما ناخدش من حد. أنا معك اي ثقافه، احنا ننشر ثقافتنا وننشر الواننا وننشر الطابع المصري للبلاد اللي حوالينا والبلاد اللي بعيده عنا كمان. صح مظبوط. طب قولي لي بقى الخامات الحلوه الفظيعه دي، كلميني عنها. انت مستخدمه حرير اعتقد؟ اه مستخدمه حرير ايطاليه عشان تدي نعومه والوان صريحه وفي نفس الوقت كواليتي عالي جدا. انا بحرص على الكواليتي، الخياطه الراقيه وفي نفس الوقت جوده الخامه والتطريز اليدوي. طب هل بداتي ان انت تطبعي القماشه بتاعتك؟ انت يبقى ليكي خط انتاج في حاجات مطبوعه خاصه بالبراند الخاص بيكي؟ بص يا شريف هرجع اقول لك الجوده، احنا عملت من سنة وموضوع الطباعة، بس لما بتجيب الحاجة بجودة عالية حرير ايطالية هي بطباعة بجودة معينة، دي بتفرق في المنتج وبتفرق في شكل العباية الشكل النهائي. لو بصيت للعباية بالحرير المطبوع، بس مش عايزة اقول المستورد، القماش المستورد، لكن في قماشة بمواصفات عالية جدا جنب المطبوع لا بتكون مش ظريفة، بس بندخلها طبعا يعني بنحاول عشان يبقى نرضي جميع الاذواق والاسعار في نفس الوقت. صحيح. لان برضو المستورد هيبقى غالي. أوه. واحنا بنشجع السوق المصري في مصر. والله احلى لبس، والله احلى لبس واحلى خامات واحلى جوده. والله يا شريف بجد مش عارفين نشكرك ازاي في انك بتخدم الصناعه المصريه بكل مشتقاتها بجد. ربنا يكرمك ذلك. والله نتمنى بجد ذلك. ربنا يكرمك. مشرفاني ومنوراني. وخلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل بقيه الكولكشن الخاصه بيك. فاصل نرجع لكم، وخليكم معانا لو سمحتوا. رجعنا لكم مرة تانية مع مصممة الأزياء أستاذة هاجر كشكوش. النهاردة مشرفانا ومنورانا، وزي ما انتم شايفين حاجتها
خاصة بالبنات والسيدات المحجبات. طبعا هي عاملة أهم حاجة إنها الملابس كلها أو الفساتين أو العبايات كلها فضفاضة، ما لا يصف ولا يشف، ودي أهم حاجة في حاجتك بالنسبة لي. إن أنت عاملة الحاجة صح، مواصفات الحجاب، مواصفات بالظبط. لأن ساعات بنشوف للأسف بعض، ودي دايما أنا بقولها عندي في البرنامج وأنت أكيد تسمعي ده، إن بعض السيدات والبنات المحجبات بيلبسوا حاجات ستريتش، حاجات هتلاقيه لابسه بادي وفوقيه فستان بحمالات الكلام ده، فبتبقى ملفته للنظر زياده عن اللزوم. يمكن في بنات وسيدات غير محجبات ما بيلبسوش كده. صح صح مظبوط. طيب الناس تتواصل معاكي ازاي؟ هنزل الحاجات الفيسبوك والانستجرام على الشاشه الخاص باستاذه هاجر كشكوش والبراند الخاص بيها. وانت فتحتي او هتفتحي؟ اتلي في مدينه نصر ورا سعودي اللي في محمد حسنين هيكل 13 شارع حسن بدران. ده عند الكوبري الجديد؟ هو خلف سعودي مباشره. اوكي. محمد حسنين هيكل الدور الثاني. دار ازياء ودخلنا فيه خط الهود كوتور يا شريف دي لاول مره، لفساتين الزفاف والخطوبه والسواريهات الى جانب العبايه. انا جايبه قطع منه. والله؟ اوكي. طب يعني انت دخلتي في الهود كوتور مع العبايه، يعني هيبقى في فساتين بعد كده. أوكي. لان دايما برضو الغير محجبه يعني السواريهات خدمها شويه، انما المحجبه بتجد صعوبه بصراحه سواء في فستان فرح او فستان خطوبه او سواريه، لان في الغالب الدراع بيكون شفاف يعني منطقه الصدر، فاحنا بنحاول ان احنا وبيلبسوا تحتيه برضو بادي وبيبقى المنظر وحش. بيبقى المنظر وحش، فانا دخلت في الخط ده ضفته معانا لان بناء على طلبات كتير جات لي ان دخلنا في طب هقطعك في حاجه، لما بنقول منظر وحش احنا مش قصدنا حاجه ولا بنجبر حد ان هو يلبس حاجه، بس احنا بنقول ان البنت او الست اللي اختارت تتحجب بيبقى في مقاييس معينه المفروض هي تظهر بيها. فساعات بنشوف بعض الافراح نلاقي العروسه مثلا محجبه ولابسه فستان بحمالات وتحتيه بادي شفاف. طب ايه؟ او تول وشفاف او تول او تول بالظبط. وما في بالظبط اديكي قلتي، ما رضيتش اقول ده، فهي كده ايه مش فاهم القصه. وفي نفس الوقت برضه الفستان بيبقى مكسم ميرميد ولا الكلام ده وهي محجبه، فالمنظر بيبقى في الحقيقه غريب. هي حره مالناش دعوه، بس هو بيبقى يعني قولي انت عشان ما بيقولوش كده. احنا عشان كده بقى دخلنا الخط ده، كل العروس المحجبه عايزاه هتلاقيه. اوكي. بمواصفات وجوده عاليه، والمواصفات اللي هي عايزاها في فستان سواء في الخطوبه او لكتب الكتاب او للفرح. طب تعالي نشوف الحاجات دي بقى. ماشي يلا. يلا بينا مزيكا.
وده كان اخر جزء من العرض الازياء الخاص النهارده ومصممات الازياء استاذه هاجر كشكوش. وزي ما شفنا هي عاملاه حاجات الخياطه الراقيه او الاوت كوتور زي ما بنقول عليها، اللي بتبقى قطعه من الديزاين الواحد او التصميم الواحد. شرفتيني النهارده، نورتيني، كل سنه وانت طيبه وحضرتك طيبه ودايما اشوفك على خير. وشكرا للاستضافه دي يا رب دايما. ان شاء الله ربنا يخليك. بشكرك، شكرا، بشكرك يا رب تكون بسطت عندنا النهارده في 4 شارع الشريف. نكون معاكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.